يلعب بها كشظايا بعد انفجارها أمام منزله، ففي كل مرة يقذفها الحوثيون نحوهم بشكل مباشر لاستهداف حياتهم وتدمير أماكن سكنهم. يحدث أن تصيب القذيفة أهدافها أو يلطف الله كثيرا بهم لتنفجر دون وقوع ضحايا أو أضرار. ميليشيا الحوثي والمخلوع تواصل قصفها المتكرر لمحافظة الضالع بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بشكل يومي، كان آخرها على قرى رما والرحبة وسوان وعدنة الشامي والطرق المؤدية في تلك المناطق إلى سوق الجبارة غرب مريس، كما قصفت منازل في قرى ظفار والعبلين والعود بالجهة الغربية للضالع. أمنيا، قال مدير أمن المحافظة العميد عبيد محمد قاسم إن أجهزة الشرطة تمكنت خلال شهر واحد من ضبط 495 متهما من إجمالي 522 مطلوبا أمنيا، وأن الأجهزة نفذت أكثر من 1200 من المهام الأمنية واستعادت 50 سيارة منهوبة. المسؤول الأمني قال أيضا إن نقاط التفتيش البالغة 35 نقطة تعمل جميعها في إطار غرفة عمليات مركزية، ولا يمكن السماح باستمرار وجود حواجز أمنية خارجة عن النظام والقانون، وهي إشارة لمنع تلك الأعمال الخارجة عن السلطة الشرعية وخطوة كما يقول المسؤولون في سبيل تعزيز سلطة الدولة في هذه المحافظة المحررة.